Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Muzammil Nusrat. I'm a maxillofacial consultant surgeon from Sheffield Teaching Hospitals. أستاذ دكتور مزمل نصرات أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين وجراحة الرقبة في جامعة شيفيلد. أتشرف بالحضور في جامعة الكفيل لإلقاء بعض المحاضرات حول استخدام جراحة الوجه والفكين باستخدام الروبوت الآلي في هذه الجراحة. التقيت بالسيد رئيس جامعة الكفيل والسيد عميد كلية طب الأسنان، واستمتعت بالأجواء العلمية السائدة في هذا الملتقى، حضور بعض المحاضرين وإلقائهم بعض المحاضرات العلمية المتطورة حول آخر التطورات في هذا المجال. أتطلع بالمستقبل لكثير من الزيارات وكثير من التعاونات، التعاون مع جامعة الكفيل وجامعة شيفيلد. حقيقة أود أن أعبر عن رأيي باستمتاعي بالشكل الجيد والبيئة العلمية الممتازة بمساحاتها الخضراء، بالأجواء العلمية، بقاعاتها، بالكثير من البنى التحتية المؤهلة لإعطاء البيئة التعليمية النموذجية للطلاب في هذه الجامعة. وأعبر عن شكري للضيافة التي حصلت عليها في المدينة وفي جامعة الكفيل، وشكرا جزيلا لكم. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.